منطقة الأنغور التي وصفت بمفتاح النصر وتعتبر أولى المناطق التي استعادتها القوات الأمنية من قبضة تنظيم داعش. ومن هذه المنطقة انطلقت القوات العسكرية لاستعادة مدينة الرمادي. ساكنو هذه المنطقة تركوا ديارهم منذ قرابة العامين واتخذوا من المخيمات سكنا لهم. قيادة عمليات الأنبار سمحت بعودة ساكنيها بعد تطهير مناطقهم. منطقة العنقور هي منطقة محاذية لجنوب غرب الرمادي، كانت سابقا هي خط دفاعي لتنظيم داعش الإرهابي، ولكثرة العبوات الناسفة والمخلفات الحربية تعتبر هي منطقة آخر منطقة يتم إعادة النازحين إليها. حاليا اليوم تجري الوجبة الأولى، والوجبات اللاحقة راح تكون باستمرار لإعادة كافة النازحين إلى المنطقة. العودة مستمرة إن شاء الله، وهو في الأيام القليلة القادمة ستكون جميع العوائل في هذه المنطقة بعد التدقيق الأمني. وأيضا كحكومة محلية تم تأهيل مجمعات الماء وأيضا الكشف على شبكة الكهرباء. العائدون إلى مناطقهم وصفوا فترة نزوحهم بالمريرة بعد تركهم لمناطقهم مجبرين، مطالبين الحكومة المحلية في الأنبار بتوفير الخدمات البلدية والإنسانية، سيما وأن مناطقهم قد تضررت جراء العمليات العسكرية. اليوم نحن عائدون إلى منطقتنا وهي محررة منذ سنتين، ولكن نعود إليها رغم يعني مأساة الخيم والصعوبات اللي واجهناها بالخيم. نحن نعاني من قلة الخدمات في منطقتنا التي تكمن في الماء والكهرباء، يعني الماء والكهرباء نقص في منطقتنا، وهي أول منطقة تحررت في الأنبار، نعتبرها هي مفتاح النصر لمحافظة الأنبار. ونحن يعني عانينا ما عانينا من التهجير والخيم والبرد والحر، وعانينا لمدة سنتين. ويذكر أن القوات الأمنية أكدت أسباب تأخر إعادة سكان منطقة العنقور إلى منازلهم تأتي بسبب انشغال القوات العراقية في استعادة ما تبقى من مدن المحافظة من سيطرة تنظيم داعش.